عن حالة الأيتام الفقيرة جدا، جزاكم الله خير الجزاء المحسنين. الله يرحم أموالكم. ها شوف جو تشين كل مساكين هذا خفيف. يا الله مؤمل هالمواد الغذائية بالباب خليته. أنا شيخ عمار أقول الفاتحة للسيد الشهيد، هاي مواد غذائية لكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. استغفر الله ربي. اللهم صل على عائلة الأيتام جزاكم الله خير. الله يرحم أمواتكم. عائلة الأيتام الأخرى طلعت عايشين على 250 ألف.